ظل المتغيرات العربية والدولية المتسارعة، تعد سياسات التشغيل من أهم السياسات العامة في دول العالم المختلفة، وخاصة في بلداننا العربية والتي تعاني من تفاقم مشكلة البطالة، وخاصة بين الشباب الباحثين عن فرص عمل. وسعياً من منظمة العمل العربية للنهوض بالتشغيل والحد من البطالة والبحث عن مستقبل أفضل ملبياً لمتطلبات الأجيال القادمة ومستجيباً لأهداف التنمية المستدامة 2030، يأتي الإعداد للتقرير العربي السادس حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، تحليل للحاضر واستشراف للمستقبل. أمانة نتشرف نحن في منظمة العمل العربية أن نضع بين أيديكم هذا التقرير الهام في هذه المرحلة، وأنا راح أعتبره من أصعب التقارير التي تكتب حول التشغيل أو البطالة إن صح التعبير، نظراً للأحداث على مستوى المعمورة كاملة أو على مستوى الوطن العالم كله على وطننا العربي خاصة. ولكن ما ارتأيناه في منظمة العمل العربي وما نحرص عليه بأن لكل بلد شخصيته الاعتبارية، لكل بلد قوانينه الخاصة به، لكل بلد أموره المجتمعية إن صح التعبير لا نخوض بها، ولكن نحن نخوض بما هو محتاجه المواطن العربي وإن صح التعبير الشاب والشابة العربية في هذه التحديات. ونحن لدينا قناعة، لا نملك العصا السحرية ولكن نملك المصباح لننير ونخفف هذا الهم وهذه الأعباء. اليوم منظمتنا منظمة العمل العربية تمتاز بجمالية خاصة، الكل يقول لا معقدة، لا بالعكس أنا أقول جمالية خاصة، وهي ثلاثية الأطراف. اليوم أنت ترتبط بحكومات وأرباب عمل وعمال، إن استطعت أن توفق في وجهات النظر وتقرب وجهات النظر حتى تكون قريبة التنفيذ بين الثلاث، فهذا واقع جميل وحقيقي إحنا لمسناه. لأن الحكومات اليوم مرهقة بمشاكل كثيرة، وليست البطالة وحدها بل مشاكل كثيرة، والعمال اليوم لهم حقوق ومكتسبات، وأرباب العمل هو شريك أساسي ومحرك للاقتصاد إن استطعنا أن ندفع فيه ونعطيه ونمنحه الثقة أولاً بالاستقرار يكون على أرض الواقع، ومن ثم بالأيادي التشغيلية، ومن ثم بالقوانين التي تسهل من عمله وتعجل أو تجعل من عجلته الاستمرار لتقديم واجب حقيقي. وجملة دائماً أنا أقولها، ما نحن به اليوم صنعه من سبقنا، ولا بد أن نصنع شيء لمن سيأتي من بعدنا. نحن عندنا جيلين الآن، احنا عندنا جيل من الشباب وعندنا جيل من أقل من الشباب، فمعناته احنا ضمننا عقدين من الزمن أو مرحلتين من الزمن. دول الآن تتخاطف المهاجرون بالاضطرابات الموجودة في بعض الدول العربية لتغطي أعمالها بالشباب، لأن ليس لديهم لا أطفال ولا شباب، ولكن احنا لدينا أيادي تشغيلية وطاقة جبارة. كيف نستقل هؤلاء الشباب لبناء أوطاننا، أوطان الحضارات، أوطاننا أوطان التاريخ، أوطاننا أوطان العلم، أوطاننا متقدمة، هي من صنعت كل ما نراه اليوم بهذا العالم. وختاما نسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن نوفق بأن نقدم مادة لشبابنا وشاباتنا ونضعها أمام كل الأطراف اليوم موجودة للاستفادة منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الجلسة الاسم الأول للدكتور محمد عبد الشفيع، والذي أنا أقترح عليكم عشان ما تخشش مين وما مين يكون هو أيضا مقررا للجلسة بالإضافة للأخ كاظم. موضوع الاقتصاد نحن لازم نأخذ بعين الاعتبار، لأنه هو موضوع الساعة الآن، وإحنا ليس فقط لأنه موضوع الساعة، لأنه القطاع الزراعي هو معالجة جوهرية لمواجهة البطالة في الدول العربية. طبعا مطروح الموضوع الآن التنمية المستدامة 2030 أيضا لا يغيب عنا، هم لازم نحطه بعين الاعتبار. احنا نريدها معالجات حقيقية نأخذها من الميدان، كيف نساعد الشباب
لكي يكون عنده موقع عمل. أعطي الكلمة الأولى للدكتور محمد عبد الشفيع ليتفضل بإعطائنا تصورات عن مقترحاته، وهكذا الآخرين ليلونوا في التسلسل. التصنيف العربي للمهن، وتلاحظوا أن العدد الأول اللي هو نحو سياسات وآليات فاعلة، والعدد الثاني بتاع قضايا ملحة، كانوا يتسموا بنوع من العمومية، يعني كان فيه موضوعات متعددة متنوعة، وما كانش فيه تيمة أو موضوع معين، لكن كان فيه فرشة تصلح للتقرير العربي في أول سطور العدد الأول والثاني. ولذلك جه العدد الثالث وحاول يتخصص، فتناولنا في 2011 انعكاس الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة. كان شيء طبيعي في 2011 أن احنا نتناول الأحداث الكبيرة، الهزات اللي تعرضت لها المنطقة العربية، وكان كل الموضوعات تصب على هذه التيمة أو القضية اللي هو انعكاس الاحتجاجات. ده كان التقرير الثالث. بالنسبة للتقرير، أنا يمكن بصيت بصة يعني أو نظرة قد تكون مختلفة شوية، إن أنا لقيت إحنا كنا من التقرير الثالث للخامس أو من الثاني للخامس كنا بنركز على أسواق العمل قوي. نتكلم عن التدريب، بنتكلم عن سوق العمل، بنتكلم عن العلاقة بين التدريب والتشغيل، بين التعليم والتشغيل. وبالتالي أنا لقيت إن في متغيرات أكثر اتساعا هي بتؤثر على مستوى التشغيل، وهي تعتبر يعني نكون أهملناها أحيانا. وبالتالي كان نظرتي إن إحنا لما ركز على هذه المتغيرات هي اللي هتأثر إيجابا أو سلبا على سوق التشغيل في الدول العربية. بودي أول ما قبل كل شيء أشكر المنظمة على أعطائنا هذه الفرصة للقاء وللتشاور حول مواضيع موضوع في الحقيقة ربما التشغيل والبطالة هي أكبر مواضيع وأعقدها وفي نفس الوقت أهمها لتحدد مصير المنطقة ككل وكل بلدان المنطقة، وتمشي وتتعقد الوضعية يعني في آخر. وبالرغم من أنه عملنا مجموعة من التقارير إلا أن مازال في كل مرة تظهر متغيرات وعوامل جديدة بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيما قيل، وفي نفس الوقت ناهيك عن التحول نحو وجهات نظر وتصورات وآفاق وما إلى ذلك. أزمة التشغيل ليست أزمة وطنية أو إقليمية، وإنما هي أزمة عالمية بفعل متغيرات سياسية كبيرة جدا، وبالذات بما أفرزته تطبيقات العولمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وقد ساهمت هذه الأزمة في تقليص قدرات الدول على خلق فرص عمل كافية، خصوصا ودول العالم مأزومة بانفجار ديموغرافي غير محدود، مما يثقل على مصممي السياسات التشغيلية من الإلمام بهذه الظواهر المستحدثة. وفي ختام الاجتماع أكد الحاضرون على أهمية تسليط الضوء على ظاهرة البطالة وأسبابها كمتغير ديموغرافي وهمًا وطنيًا مشتركًا، وكذا أسس تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. نحن اليوم دورنا كمنظمة عمل عربي نقدم هذه الدراسات لأطراف الإنتاج الثلاثة حتى نسهل ونختصر عليهم الوقت من البحث ومن إيجاد الفرص، لأن منظمة العمل العربية ملتزمة بتركيبتها الثلاثية على مستوى الوطن العربي من حكومات وأرباب عمل وعمال، ولها احتكاكات كثيرة ولقاءات كثيرة في المنظمات الدولية وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لهم بإذن الله ويضعون تقريرا متميزا لأطراف الإنتاج الثلاثة. شكرا. في الحقيقة هذا هو التقرير السادس حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، وهذا التقرير بالذات سيتحدث عن ما هو واقع التشغيل في الوطن العربي والآمال المستقبلية للقوى العاملة العربية. اليوم بنناقش القضية الأساسية اللي يدور حولها العمل في الفترة القادمة، وما هي الموضوعات أو المحاور المختلفة التي سوف يكلف بها الباحثين المختلفين في هذا المجتمع في هذا الاجتماع. طبعا توقيت هذا
التقرير جه في مرحلة دقيقة بيمر بها العالم العربي، وأصبحت مشكلة البطالة هي مشكلة بتؤرق جميع المهتمين بالاقتصاد والسياسة في العالم العربي في ظل الظروف اللي احنا بنمر بها حاليا. أوراق العمل واعدة كثيرا لأنها انطلقت من تصور مستقبلي لما يؤول إليه سوق العمل.